وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا على قد الايد واكلتنا اللي كلها ان شاء الله على قد ايدينا. النهارده هنعمل مع بعض وصفه كده لطيفه خفيفه ظريفه، يعني من الحاجات الدنيا حر قوي فعايزين ناكل حاجه تفتح النفس ويكون مغذيه برضه. فمنها النهارده هنعمل اسياخ الكفته بالخضار، سهله خالص وبسيطه، وهنعمل مكرونه بشاميل، وهنعمل بس مش تقيله، هنعملكم لكم برضه خفيفه خالص ان شاء الله يعني. بس الاول هنقول مع بعض مسابقه العمره النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. من هي ام السيده مريم؟ من هي ام السيده مريم؟ امراه عمران ولا امراه نوح ولا امراه لوط؟ من هي ام السيده مريم؟ امراه عمران، امراه نوح، امراه لوط. هنبعت رسائل على 1730 ونتصل على 1730 او 0900 9730، ده الارضي تمام. والفائزه موجوده معانا ولا لسه؟ فائزه امبارح. معانا الفائزه رابحه لطفي، اهلا وسهلا، الف مبروك. اهلا بحضرتك، الف مبروك ليكي. الله يبارك فيكي. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله، عمره مقبوله يا رب ان شاء الله، وتروحي وترجعي بالسلامه ان شاء الله. متشكره جدا. شكرا شكرا جدا ليكي، ويا رب كده ينولها كل مشتاق ان شاء الله على خير. واتصلوا بقى من دلوقتي وان شاء الله ربنا قريب، يعني نعمل اللي علينا، نعمل اللي علينا وان شاء الله خير. نبدا بقى في اكلتنا النهارده، اقول لكم هتتكون من ايه. انا عندي هنا لحم مفرومه، طماطم، بصل، فلفل رومي، شويه بقدونس، بطاطس محمره. بصوا بطاطس محمره ازاي، مكعبات كده تخينه شويه ومحمراها، علشان لو عملتها نيه هي ممكن ممكن تستوي، ممكن تلحق ان هي تشوي في الفرن مع الكفته، بس ممكن هتتهري منك. فانا التحميره دي بعمل لها غلاف علشان ما تتهريش، تمام. مقدار ده حلو قوي، تمام. عندي هنا الطماطم برضو مقطعاها جلد، بس الطماطم مقطعينها ايه، جلد، مش شايله منها البذر، واخده الحروف بتاعتها. والبذر ده ممكن اعمل منه اي حاجه بقى، ممكن احطه في السلطه، ممكن احطه في طبيخ، في اي حاجه. بصل 4 ارباع ومفرغينه، سهل خالص. والفلفل الرومي نفس الحكايه، 4 ارباع وعاملينه قطع بالشكل ده. اللحمه المفرومه بقى ما فيهاش اي حاجه، هي لحمه مفرومه، بهارات، ملح وفلفل بس. لحمه مفرومه، بهارات، ملح وفلفل، مفيش اي اضافات، مفيش اي اضافات. عاملها لكم سهله خالص وبسيطه، بس ببدا ان انا اعجنها حلو. وبعدين انا ممكن لو انا مش قادره ان اعجنها كويس، جوانتي فين، بروح عامله ايه، حطها في المطحنه او في الكب او في اي حاجه، بفرغ الهواء منها، ادعكها حلو قوي قوي. فزي ما شفت التقرير اللي احنا كنا عاملينه مع الجزار باللحمه المفرومه والحاجات اللي قالنا عليها دي، ان احنا لازم اطحنها حلو قوي عشان اعمل فيها شبكه. الشغط اللي فيها ده بيعمل لي شبكه يخليها ايه، ماسكه نفسها جامد، ما تفكش معايا، وانا كمان الفرم ده بيطلع منها الهواء زي ما بكون بدعكها يعني. فعندي هنا دلوقتي كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ملح وفلفل وبهارات، حطها عليها، مش هطلع حاجه تانية خالص اهو، وفلفل، لان كده كده انا مش هاخدها كلها، انا هوريك هستخدم كميه قليله من اللحمه، بس هعمل بقى كميه كبيره جدا علشان الايه، علشان الخضار اللي هحطه معاها. وادعك بقى دي كده كويس جدا، ماشي. طيب انا ممكن، بص هوريكم انا هعمل ايه دلوقتي، بس انا همسك بقى الكفته بعد ما طحنتها حلو قوي كده ودعكتها في بعض حلو قوي، ابدا ان انا اعملها كور، اعملها كور كده صغيره، يعني اعمل كده تمام. هعملها بقى الكور كلها بالشكل ده، وهطلع دلوقتي او نشوف مع بعض التقرير، واشوفكم بعد التقرير. يا اتفضل. اسالك على التراكيب اللي بتعملها. عندنا تركيبه
اللي هي فراخ تتبيله البهار، الفراخ واللحمه والسمك والكلام ده كله. دي تتبيله ايه دي؟ المخدره دي بهارات سمك. دي بهارات سمك. يعني انا لما اخدها استحط عليها شويه ملح تاني. شويه الملح وخلاص، واحطها على السمك وخلاص. تتبيله بس سمك. دي تبقى عباره عن ايه بقى؟ طبعا مع الثوم اللي هو الطازج. مع الثوم بس شكلها كده اغلبها كمون. لا هي مش هي، عشان اغلبها ورقيات. ورق قلي عليها ورقيات فعلا. اغلبها ورقيات، فيبان حضرتك انها لونها ايه؟ شبه الكمون. انما طبعا هي معظم زي ما يعني اوراق ايه كده احكي لي مثلا. بص حضرتك يعني بيخش فيها زعتر، بيخش فيها روزماري، حط فيها في بس ده لناس معينه. في ناس بتيجي تطلب مني ان انا احط لها نعناع. حط لي نعناع. لان النعناع بيبقى حلو جدا. احط ريحان تمام. احط ورق كزبره، احط ورق بقدونس. يعني دي كلها عباره عن ورقيات؟ معظمها بيبقى ورقيات، بس طبعا في حاجات اساسيه ما ينفعش ان انا استغنى عنها يعني. كمون وكزبره؟ لا مش بحط مثلا كمون، بس بنسبه قليله جدا. ايوه. التوابل الصيني طبعا دي اساس الكل. التوابل الصيني؟ طب حلو قوي. بيدي طعم كويس. دي بالنسبه للفراخ. ده بالنسبه للفراخ. السمك. السمك. تمام. دي بهارات ايه دي؟ دي حضرتك بهارات فراخ. دي بهارات فراخ، قولي كده مكوناتها ايه؟ بص حضرتك بهارات الفراخ ساعات بيخش فيها العصفر اللي حضرتك شايفاه ده، تمام؟ بيخش فيها الروزماري، يخش فيها ورق اللورا. أيوة. يخش فيها الحبهان، يخش فيها القرنفل، يخش فيها كباب الصيني. حط جوز الطيب. تمام. كل ده حضرتك بتحط عليه. انا هاخد منك الحاجات دي في ورقه عشان اغششكم. طيب هنا بقى بهارات اللحمه، ايه اللي بهارات اختلف؟ اللحمة. بص حضرتك هو معظم البهارات بتبقى كلها واحد، بس بتفرق في النسبه. يعني في حاجات بتزيد وحاجات بتقل. ماشي. يعني فحتى حضرتك تلاقي اللون مختلف. المميز هنا في اللحمه. لون مختلفه طبعا. المميز هنا في اللحمه طبعا الفلفل الاسود. الفلفل الاسود اكتر. الفلفل الاسود اساسي. الكباب الصيني اساسي، والكولومبيان اساسي. حبهان طبعا، ورق اللورا. تمام. تمام. بحط طبعا روزماري، وبحط كمان زعتر هنا. طيب حلو جدا. ده كله بيتطحن على بعضه؟ كل ده يتطحن على بعضه. طيب حلو قوي. ويا رجاله منفصل ونبدا بقى دلوقتي نشبك. احنا ما عملناش، شفت البهارات اللي احنا عملناها دلوقتي؟ هي دي البهارات اللي خدناها من عند العطار، هي النهارده اللي عملنا بيها اللحمه وملح وفلفل معاها وبس. هم بداوا يخترعوا بقى حاجات كتير جدا في البهارات بقى، ويحطوا حاجات تتحلي الاكل كده. فاحنا جبنا من عنده البهارات اللي انا استعملتها في اللي هي دي، اللي تبقى شكلها كده. هو بقى بيحط لها تتبيلات معينه كده وحركات كتير زي ما شفتوها معانا، ومعاها ملح وفلفل وخلاص على كده. تمام. ده بس دي بهارات لحمه، دي بهارات لحمه. خلاص بقى عندهم كل التخصصات. نيجي بقى هنا في السيخ بتاعنا. هحط بصلايه الاول، اعملها زي ايه؟ حاجه هتشيل كده. عامله البصلايه اربع تربع، فعامله البصلايه حاجه كده زي طبق يشيل معايا الكفتايه اللي في الاول. ماشي. وبعدين احط طماطمايه علشان تدي عصاره للايه؟ للكفتايه. يعني برده كل حاجه وانا بحطها بيبقى ليها ميزه. تمام كده. وبعدين فلفله، قطعة فلفل، بطاطساية. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصلاية تاني برضو زي الطبق، اخليها ناحية الطبق كده عشان تشيل الكفتاية على طول وراها كده. طماطماية، فلفلة، بطاطسايه. بص بقى هتلاقي كل ما شاء الله السيخ مليان. يعني ده لو اتعمل برضو في عزومه حلوه قوي على فكره، بمناسبه بقى ان في ايام كتير دلوقتي فيها عزومات، فحلو ان احنا نعمل الحاجات اللي متوفر دي وترمي معانا كتير. يعني ترمي كتير في الشكل. تمام اهي كده. تاني طماطمايه، فلفلايه، ممكن اقفل بيها على كده وخلاص. شوف بقى شكلها ايه. ترتيب ترتيب حلو. بصلايه طبق كده زي ده، فيها الكوره اللي انا عملتها من اللحمه. طماطمايه، فلفله، بطاطس. حابه تقفلي كمان العود اصلا ببطاطس، اقفليه ببطاطسايه من فوق. ماشي. ديت ايه؟ ايه؟ لا بصله. يعني نمشي بنظام كده. طماطم، فلفل، بطاطس. حط بقى طريقة سهلة خالص. بصلة،
والبطاطس على فكره متحمره نص تحميره، يعني مش تحميره كامله. اهلا وسهلا، زي حضرتك. عونيا. خلاص هي كده انا خلصت، بس ايه هروح بس مديها ايه مسح كده بالفرشه من الزيت بس كده. انا مسحت بس فرش الزيت في الصينيه وفرش الزيت من فيها وادخلها الفرن. خلاص اطلع فاصل بس اكمل كام واحده كده، اطلع فاصل واشوفكم بعد الفاصل. وفاصل ونواصل. على قد الايد. ورجعنا من الفاصل وانا لسه عماله اشبك في بخلصهم كلهم. الطماطم خلصت والبصل خلصت وانا مستمريه برضو، وانا حارميهم يعني، انا هعمل اي شكل مش هسكت. ممكن ده يبقى كده خدتها بطاطسات بس الموجود، لازم نتصرف. واحدة بطاطساية، واحدة بصلة، بصل بس ولحمة برضو حلوة قوي مش وحشة. وحتى برضو بص البصل مع اللحم برضو هنا شكلها حلو قوي، يعني لو عملنا بصل بس وقفلنا على كل كفتاية بالبصل بالشكل ده شكلها حلو اهي، بصوا شكلها جميل برضو. او فلفل او اي حاجة يعني، كله كله حلو يعني، رتبي بقى زي ما انت عايزة. هنا مثلا في بطاطس اكتر، كفتة اقل، هناخد كام واحده كده عشان عايزه اعمل لكم معانا كنور النهارده. البشاميل هنعمل بيه مكرونه بشاميل سهله خالص بسيطه، هوريها لك في ثانيه دلوقتي. خلاص خلصت، خلاص خلصنا اهي ماشي. البشاميل اللي انا تعرفينها يمكن شغاله فيه لان انا معانا كنور، خلطه البشاميل كنور دي مش هتتعبنا خالص ولا هضيف لها اي اضافات. هوريكي دلوقتي انا هعملها ازاي في منتهى البساطه. دخل بس ده الفرن كده، فين الزيت اللي كان هنا؟ وادخل بقى شيش طاووق ده ايه يتشوي. شفتها شكلها حلو صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نيجي بقى هنا هنعمل ايه مع كنور النهارده؟ كنور جايبه لنا خلطه بشاميل علشان بنسقي عليها كتير جدا ونعملها سهله كده بطريقه بسيطه خالص. عندنا كيس كنور ده بياخد لتر لبن، بياخد لتر لبن اهو. ما العبش في حاجه مش بتاعتي. طالع لعب. ماشي والله هقول له لو واحد، لو واحد مش صاحبتك انا عارفه. انت عارف لواحظ ولا ما تعرفهاش؟ لواحظ قاعده جنب المنتج مخليه بالها منه ايه؟ قاعده بتحرس السبونسر بتاعنا. ده انا فصلها لها مخصوص والله. على يدي، على يدي عامله لها. قطعت حته كده من الزينه ورحت مفصلها لها الفستان. لازم نتصرف، اسيبها كده يعني في رمضان؟ ما علينا. فايه بقى؟ لواحظ اللي واخده بالها من اللي خلطة البشاميل النهارده دي، اخد منها واحد ولا اخد من ده؟ اخد من لواحظ ولا اخد من، اتكلم على مين فيكم؟ طيب ادي كده خلطة البشاميل بتاعة كنور، الكيس ده بياخد لتر لبن يعني 4 كوبايات من اللبن. حابه احط نصهم لبن ونصهم ميه ماشي، حابه احط نصهم لبن ونصهم شوربه زي ما انتم عايزين تمام؟ انا بخلط الكيس ده باللبن ده. يعني مفيش بعد كده، حتى انا هعملهم في الخلاط مش هتعب نفسي خالص، انا يعني عايزه ابسطها لابعد الحدود. وفيها ملح وفلفل وفيها كله كله كله، مفيش حاجه. انا هعمل مكرونه مسلوقه، جبنه رومي، جبنه موتزاريلا، وكيلو اللبن او نص لبن ونص شوربه او نص لبن ونص ميه، واضرب فيهم الايه، يا مضرب يدوي يا في الخلاط يا بايديك اي حاجه. بس انا اسهل حاجه بالنسبه لك، مفيش بيت مفهوش خلاط، فده سهل خالص. بسم الله بسم الله. كنور بيحب يريحنا.
حطينا كده كيس الخلطه على اللبن او لبن وميه او لبن وشرب، هم اربع كوبايات. المهم ايه؟ اربع كوبايات. واضربهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اجيب بقى الصينيه اللي هشتغل فيها، احط فيها زيت، زيت او سمنه، زيت او سمنه في الصينيه كده، وارش بقسماط ناعم علشان المكرونه بس ما تلزقش في الصينيه واخسر منها حبه كويسين، لانها لما بتلزق بتبقى رخمه جدا، فبتاخد منها حبه حلوين. فعشان اي مكرونه عندك بالبشاميل اللي بتعمليها حطي مسحه ماده دهنيه كده وعليها بقسماط ناعم. نعم. لا مفيش نور، مش هحطها على النار. لا لا، اهو اهو في منتهى البساطه خالص خالص ولا اي حاجه. اهي ولا حتى هحشيها حاجه. انا هي انا عايزاكم تحسوا بطعم البشاميل كده، واعملها رفيعه كده. ماشي. يا الفوطه راحت فين؟ ممكن اخدها اغليها على النار وممكن اسيبها زي ما هي كده، هي هتغلي جوه وتاخد راحتها على الاخر. يعني ممكن عايزه اغليها، اغلي المكون ده كله على النار وانزله على المكرونه، ماشي، هتحطيها هي كده كده هتخش تغلي جوه الفرن وهتاخد راحتها على الاخر، فزي ما انت عايزه. بسم الله الرحمن الرحيم. هي بقى هتغلي وتتقل وكل حاجه جوه. حط شويه جبنه رومي مبشورين على الوش كده. جبنه موتزاريلا او موتزاريلا بس، ولو مش عايزه لا ده ولا ده، اهم حاجه لو مش هتحطي جبن وهتسيبيها بشاميل بس، يبقى لازم تغطسي المكرونه دي جوه الخليط اللي احنا عملناه ده، يعني بالشوكه كده، وابدا اظبطها كده. تمام. وزي ما قلت لكم الخلطه اللي انا عملتها في الخلاط دي اللي هي كيس كنور خلطه البشاميل، حابه ان انا اغليها على النار وبعدين انزلها على المكرونه، ماشي، حابه اعملها زي ما انا عملتها دلوقتي كده ولا اي حاجه خالص، وسهلت الموضوع جدا جدا، ماشي برضو. هي هتخش تغلي وتعمل كل حاجه جوه الفرن براحتها بقى، خاطرها يعني. بس اهم حاجه كده ايه، اغطس كده عشان المكرونه ما تنشفش. انا عملت ايه؟ مسحتها بالزيت او السمنه وحطيت الايه، البقسماط الناعم، وبعد كده حطيت المكرونه المسلوقه. شفت ولا اي حاجه؟ طبعا لو حابه تحشيها بلحمه مفرومه او حابه تحطي عادي جدا زي ما انت عايزه. طلع كده ايه، سخنتها قوي من تحت وخليها تستوي بقى، واحط معاها الصينيه. بسم الله الرحمن الرحيم. تغلي وتاخد راحتها، وهي هتعمل وش كمان خلي بالكم. فعشان كده بقول لك لو مش عايز تحطي جبن، ما عندكيش، مش مهم، حطي البشاميل بس خلاص. اطلع بقى فاصل دلوقتي ونكمل وصفاتنا بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل، ودلوقتي هنعمل مع بعض وصفة سحور كده بالفول. هنعمل فول، طاجن فول بالخضار والبيض. ازاي؟ حاجة تفتح النفس كده، عشان كتير بيبقاش ليهم نفس الأكل، فنحاول إن احنا نفتح نفسهم بحاجة جديدة، لما يلاقوا حاجة جديدة هيصحوا وهيقوموا هياكلوا كده يعني. فإن شاء الله هنعمل لهم طريقة حلوة تفتح نفسهم وتشموا الريحة كمان بتاعتها، بتبقى حلوة جدا. أنا عندي هنا فول مدمس عادي خالص، بصل، طماطم، فلفل، شوية بقدونس،
فلفل حار لو حابين، سمنه او زيت زي ما انت عايزه، كمون وبيض وملح وفلفل. بنعمل ايه بقى؟ انا ممكن اعمل بسمنه ممكن اعمل بزيت زي ما انتوا عايزين. فممكن ناخد حته سمنه صغيره كده، انا عايز اطعمه يعني. الزيت ممكن ما يدينيش طعم، يعني يديني ماده دهنيه انما ما فيش طعم يبان قوي، انما السمنه بتديكي طعمه اكتر. تمام، وناخد هنا جنبي هنا كده، هي سهله خالص وبسيطه ما فيهاش حاجه. بص بس على في الفرن عشان خلاص قرب يستوي او يكاد يكون استوى، وشكله استوى كمان حلوه، يكاد دي يكاد يكون استوى. فنانه اهو. وانتي طيبه يا حبيبتي. هاخد بقى البصل، عايز احكي لكم حدوته النهارده وانا قدام قد ايه والله. طيب وانا بحكي لكم حدوته حلوين قوي. طيب بصوا هحمر بس البصلايه كده تتبيله صغيره اهي، يا دوبك عشان سخنه قوي نزلت فيها ظبطتها على طول. طماطم، فلفل، بصوا احكي لكم حدوته. حدوته دي كانت هنسميها لواحظ بتاعتنا، طبق لواحظ هنسميه ايه؟ طبق لواحظ الرابع. طبق لواحظ الرابع ده عباره عن ايه؟ ايه الحكايه بقى؟ صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. كانت لواحظ دي عندها بنت واحده، واحده كانت يتيمه يعني جوزها كان ميت، وكان معاها بنت بتربيها، عاشت عليها تربيها، وكانت هي وناسها وصديقتها وتشتغل عشانها، ونايمين صاحيين واكلين شاربين كل حاجه مع بعض. جت بنتها دي اتجوزت، فلواحظ دي عاشت لوحدها فتره طويله، وبعدين كانت بتصبر انها تقعد تكلم بنتها في التليفون وتقعد تكلمها فتره طويله، وبعد كده بقى تقعد تعيط بقى وزعلانه قوي ان هي بقت عايشه لوحدها، وبنتها دي سافرت كمان، يعني بنتها ما كانتش موجوده معاها في نفس البلد، لا بنتها بعد ما اتجوزت سافرت بره مصر. فكانت بقى حزينه جدا على بنتها وحاسه بالوحده رهيبه جدا بعد بنتها ما اتجوزت، وجالها اكتئاب ويعني، وبقت ان هي بدات تعيا. ففكرت كده في نفسها انا عايز اعمل حاجه جديده. فراحت بقى قالت ايه؟ طب خلاص انا هعمل فكره ثانيه، ان انا ادخل المطبخ واطبخ، اعمل اربع وصفات كل يوم اوزعهم، كل يوم اوزع اربع وصفات، اربع وجبات، يعني تعمل اربع اطباق وتوزعهم على الجيران، على اي حد موجود في المنطقه، على الحرس موجود في منطقه معينه، اهم ان هي بتوزع الاطباق دي كل يوم بس حد مختلف، يعني كل يوم بتوزع الاطباق دي على حد، مش كل يوم ناخد حد واحد ياخد نفس الطبق، لا هنا المره دي الجيران هنا، هنا اصحابها هنا، هنا تشوف بقى مين غلبان تديله الكلام ده، معيده طبق واحد، يعني كانت بتوزع الثلاثه على اماكن مختلفه الا طبق واحد هي اللي كانت بتوزعه على نفس الشخص اللي هو كان مين؟ كان عندها في المنطقه مؤذن جامع كان حصل له حادثه وكان قاعد في المستشفى فتره طويله جدا وغلبان جدا ومش لاقي حد يصرف عليه، فكانت كل يوم تودي له الطبق الرابع بتاعها، انما الثلاث اطباق كل يوم كانت تعمل تخش المطبخ طبعا بتضيع وقت بقى وتنبسط كده يعني فيها برده، وتروح موزعه الثلاث اطباق، والطبق ده كانت بتديه لمين؟ لحارس الجامع او مؤذن الجامع اللي هو كان مريض بقاله فتره كبيره في المستشفى، كان حصل له حادثه، دي قصه حقيقيه دي على فكره، وراح بس بلد معينه يعني بلاش اذكر اسماء، وراح ايه اثر هذه الحادثه، قعد ما بيأذنش ولا بيروح ولا بيجي، وجاله اكتئاب وعيان ومحدش بيزوره، فبقت هي تودي له الطبق الرابع ده. تمام، فراح بقى بعد كده اظبط هنا بس ملح وفلفل. الجيران بدأوا ان هم يقلدوها ويبدأوا يودوا لعم ربيع اللي هو مؤذن الجامع ده، يودوا له كل يوم اطباق ويزوروه زي ما هي ما عملت، بدأوا الجيران كلهم يقلدوها، وبدأ الراجل المؤذن ده يتحسن من يعني فرحان بالناس اللي حواليه، بدأ ان هو حالته تتحسن وبدأ ياخد يرجع صحته تاني ومعنوياته ترتفع، فانبسطت جدا جدا ان هي وهي مره واقفه بتطبخ سمعت حس المؤذن من تاني اللي كان بقاله حوالي سنتين ما أذنش، فحست بقى بفعل الخير اللي هي عملته، وان هي كأنها أحيت شجره ماتت، فدي كانت بالنسبه لها حاجه حلوه جدا، وهي عشان كده كتبت عن قصتها دي وقالت يعني ان الواحد لما بيعمل خير بيضيف السعاده عادة
سعاده ليك، بيديك سعاده، فعل الخير بيديك انت السعاده، فيا ريت نعمل كلنا زي اللواحز بتاعتنا. ماشي، ناخد بقى دي كده معانا شروق. اهلا وسهلا. انا كده انا عملت خلاص الطماطم بالقطه والبصل والفلفل، وحطيت لها ملح وفلفل وشويه كمون كمان. معانا شروق، اهلا وسهلا. يا شروق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ كويس الحمد لله. قولي لي ايه اخبارك؟ ليك اي سؤال يا شروق؟ عايزه اعرف بس طريقه الجمبري المشوي. حاضر، شكرا ليك يا شروق. شفتوا بقى القصه اللي قلت لكم عليها دي؟ دي طبعا برضو بنطلع منها بايه؟ ان احنا الواحد مش عشان حزين في حاجه ولا متضايق من حاجه ان هو يقعد مستسلم ومستني حد يحل له مشاكله، لا، انت اسعى لعمل الخير هو اللي هيحل لك مشاكلك، هو ده اللي هيعمل. مش هقعد بقى جنب المشكله كده ومش عارفه اعمل ايه ومتضايقه ان ده حصل، لا، حل مشكلتك بنفسك واعمل خير، تلاقي ده عاد عليك انت بالسعاده والفرح ولميت الناس كلها حواليك، دي حاجه كويسه جدا. اي خير ان كان مش لازم نفس الموضوع اللي انا بتكلم فيه، او مش لازم اعمل زي ايه؟ زي لواحظ ما عملت، انا ممكن اعمل حاجه تانية خالص. تمام؟ معانا نادي، اهلا وسهلا. حاضر، ماشي، احنا ممكن كده كفايه 3 بيضات بس عليهم شويه فلفل اسود، وادخلهم الفرن بقى ايه الفول يسخن والبيض يستوي وخلاص على كده. تمام، اطلع بقى فاصل واشوفكم بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل، ودلوقتي هنعمل مع بعض ايس كريم. بنكمل مع بعض بقى الايس كريمات الحلوه بتاعتنا، الدنيا حر جدا ومحتاجين بقى بعد الفطار كده يبقى في حاجه مسقعه حلوه كده، فهنعمل ايس كريم بحاجه موجوده عندنا في البيت وهي قمر الدين. قمر الدين موجود في كل بيت، او المشمش موجود دلوقتي، احنا ممكن نعمله قمر الدين عادي خالص، ان احنا بنجيب المشمش ونفصصه ومثلا نحط كوبايتين من المشمش عليهم ربع كوبايه من الميه على النار، واخليهم يغلوا مع بعض لغايه ما المشمش يتهري مع شويه سكر صغيرين جدا. تمام، يبقى كده انا عملت قمر الدين، اضربه في الخلاط خلاص بقى قمر الدين زي ده. تمام، اللي هو ده بس كده. يا اما عندي قمر الدين برده هقطعه واحطه على النار، او انقعه واوديه لغايه ما يدوب خالص اضربه في الخلاط. المهم اي مشمش وخلاص. طب شربات قمر الدين يا سيدي، اي حاجه. تمام كده، المهم انا عايز طعم قمر الدين. كريم شانتيه، بضرب كيس كريم شانتيه في نص كوبايه من اللبن او نص كوبايه من الميه الساقعه، واضربهم بمضرب الكهرباء عادي خالص. عندي هنا هضيف لها جيلاتين، يعني قبل كده عملت لكم الايس كريم التمر هندي، لما عملت تمر هندي مهلبيه تقيله شويه وضربتها بالمضرب وضفت عليها الكريم شانتيه برده. هو الكريم شانتيه اساسي علشان يديني قوام الايس كريم، طعم الايس كريم كمان اللي بتشتروه من بره، فهنا نفس الحكايه، بس انا المره دي هعمله بالجيلاتين. يعني عندي هنا العصير، لو كوبايتين من العصير عليهم معلقه من الجيلاتين، عليهم معلقه من ايه؟ من الجيلاتين. انا هاخد ده كده، اجيب بس بوله وعندي هنا كنافه محمره مش عليها سكر، كنافه انا خدتها كده حمرتها في حبه سمنه وحمرتها كويس قوي، زي يكون بحمر شعريه مش محتاجه حاجه. يبقى انا حمرت الكنافه كاني بحمر شعريه بس محمره وخلاص. دي بقى هستخدمها هطفي بيها السكر بتاع الايس كريم ده، او هستعملها بديل للبسكوته، هوريك ازاي دلوقتي اقدمها ازاي. فعندي هنا دلوقتي كوبايتين العصير دول، ناخد كوبايتين عصير ماشي، هحط عليهم معلقه جيلاتين كبيره، وزعها كده على الوش، معلقه جيلاتين كبيره وأقلبها. واستنى عليها شوية تتفاعل، استنى شوية على الجيلاتين ايه، وممكن ادوب الجيلاتين في مية وبعدين اضيفه عليها كده كده او كده، هو ايه هياخد منها، يعني هيبدأ ان هو يمسك نفسه. ابص بس على الفرن كده ثواني. انا حط بص بقى، بص البشاميل اللي انا عملته بيبدا كاني بعمل رز معمر ازاي بالظبط،
يبدا ان هو يفور ويعمل الوش اللي انا عايزاه. تمام كده؟ وهيستوي، عشان كده ولا غليت بقى ولا وسخت لك حله ولا اي حاجه، انا ضربته في الخلاط ونزلته على المكرونه وهو يغلي ويستوي في الفرن زي ما هو عايز. تمام كده؟ والبيض برده هو فوق بالفول بشغال هيتحمر، بس انا هستنى كمان شويه على بس اخد وشي كمان تحمير بسيط كده واطلعه. انا مش هستنى لما طلع الغليان ده يجمد، هو هيجمد لما يطلع، يعني هو هيتقل لما انا اسيبه يبرد شويه هتلاقيه ماسك نفسه وبدا ان هو يتقل ما تقلقيش خالص منه. تمام؟ بس اسيبه يغلي حبه والوش يحمر الحمر اللي انا عايزاه واطلعه اسيبه بقى شويه يهدى وبعدين اقدمه. فانا لسه هسيبه حبه كمان عشان الوش لسه ابيض شويه. تمام؟ انا عندي دلوقتي الجيلاتين مع العصير. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا نادية، اهلا وسهلا. شوف حبيبتي قلبي، زي حضرتك، ازيك عامله ايه؟ انت عامله ايه يا روح؟ الحمد لله كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه وبصحه وسعاده يا رب، تسلمي في كل حاجه بتعمليها. الله يكرمك، الله يكرمك يا حبيبتي. انا تسلمي. كنت تعبانه وعامله عمليه. ليه سلامتك؟ اه حد قال صحيح والله. سلامتك الف سلامه، سلامتك الف حمد لله على السلامه. فكرني ان انا مش متابعاك يا حبيبتي. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. والله العظيم بشوفك على طول، بشوفك في الاعاده كمان والله يا نور. تسلمي يا رب، شكرا ليك. وكل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه وكل الكاست اللي عندك بخير يا حبيبتي. الله الف حمد لله على السلامه، الف حمد لله على السلامه. شكرا جدا ليكي ولذوقك، شكرا. نبدا بقى ايه؟ نقدر حضرتك كريم شانتيه كده على الايه؟ على الشربات اللي انا عملته بتاع القمر الدين. وابدا ان انا اخلطه كده. القمر الدين ده حط عليه ايه؟ حط عليه جيلاتين عشان لما يجمد يديني بقى قوام حلو كده للايس كريم، ما يبقاش مايع. يعني مش هحط العصير على البتاع، لا هتلاقيه ساب منك وجمد. يعني جمد قوي، مش جمد الجمدان الحلو بتاع الايس كريم. كده. الايه؟ هنطلع فاصل؟ حاضر حاضر. انا اهو بصوا، اي حاجه كده كاسات زي دي طبعا بحط ده في الفريزر، بحطه في الفريزر. واجيب هنا بقى كده الكنافه اللي انا حمرتها وسبتها تبرد، ما احطلهاش عسل واحط لها اي حاجه، وابدا انزلها هنا كده. دي احط تحت الايس كريم وفوقيه اعمل لها كده ايه في البوله كده، مش حطلها عسل عشان اكسر السكر اللي في الايه، في قمر الدين والكريمه. تمام. واجيب بقى ايه المتلج، بس على الله عشان اتلج معايا قوي ده كده. ده بحطه في الفريزر لمده 6 8 9 ساعات كده او قبلها بيوم. ابص بقى شكلها ايه، يعني بالشكل اهي، الشكل ده كده فيها مطه حلوه كده. الجيلاتين بيديكي مطه حلوه. معانا نعمه، اهلا وسهلا. ايوه زي حضرتك. الحمد لله. الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله الحمد لله. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. حضرتك طيبه. وانت طيبه، ربنا يخليكي. اهلا وسهلا، اتفضلي. اهلا بيك. اتفضلي، ليكي اي سؤال؟ لا انا بسال على المسابقه، عايزه احلها. لا حليها في النمر اللي انا قلتها، هيطلع السؤال تاني وفي نمر كده انا قايلاها، هي دي اللي تتصلي عليها مش على نمر البرنامج علشان تتحسب لك اجابه. معانا منى، اهلا وسهلا. ازاي حضرتك يا مدام؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك انت، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله، بحب حضرتك جدا على فكره. ربنا يخليك يا رب، اهلا وسهلا بيك، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه وحضرتك طيبه، ربنا يخليك. بصي انا عايزه اسال حضرتك سؤال. اتفضلي. عايزه طريقه السمبوسه. ايوه. وايه كمان؟ السمبوسه. ايوه حاضر حاضر عينيا، شكرا جدا ليكي.
بصوا شاي الكنافه برده كده من فوق، هتلاقيها مقرمشه كده بقى مع الايه، مع الايس كريم ده، ان شاء الله يعجبكم جدا. بس كده اطلع بقى فاصل دلوقتي واقول لكم عملنا ايه بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل، ودلوقتي هنعمل اقول لكم عملنا ايه على السريع كده. احنا عملنا اول حاجه اسياخ الكفته اللي بالخضار، اللي عملناها بطريقه بسيطه جدا وسهله باي حاجه عندنا، هي لحمه كورناها مع البهارات والملح والفلفل، واي خضار عندك بقى انا عملتها ببطاطس وفلفل وطماطم وزي ما انت عايزه، ان شاء الله بصل بس. الحاجة اللي انتوا تريحكم تعملوها. بعد كده عملنا المكرونة البشاميل، كان معانا كنور خلطة البشاميل، عملنا منها بكيلو لبن، انا اعتبر كيلو لبن زي ما قلت لك، ممكن تحطي شوربة ولبن، مية ولبن زي ما انت عايزة او لبن بس، ومكرونة مسلوقة حاططها في الصينية، ضربت البشاميل مع اللبن في الخلاط ورحت صباه عليها، ما حطيتش اي اضافات لان هي عليها كل حاجة، انا ادوق حتى على الوش جبنة موتزاريلا مع جبنة رومي وخلاص. طبعا المحمر المتاح ده البقسماط اللي كنت احنا حمينا بيه الصينيه من تحت، بسيبه يهدى بلاقي بقى مسك في نفسه وبقى ممتاز جدا. في طريقه ان انا ممكن احط البشاميل ده على النار يغلي وبعدين اصبه على المكرونه، وممكن لا ممكن اعملها زي ما انا عملتها كده واسيبها تبدا تتقل وكل حاجه تبقى فيها ان شاء الله مظبوطه، كده كده بتغلي جوه المكرونه. عملنا بعد كده ايس كريم بقمر الدين، جبنا قمر الدين كوبايتين عليهم معلقه كبيره من الجيلاتين ودوبناها وسبناها شويه تستريح، وكنا ضاربين الكريم شانتيه عادي خالص، كيس عادي خالص، ضربتهم الاثنين مع بعض بالمضرب الكهرباء، وقدمت معاهم كنافه محمره من غير عسل، هي كده مقرمشه كده زي البسكوته، مع بس يكون برد طبعا حمريه وسيبيه يبرد، وقدميه مع الايس كريم فوقيه وتحتيه بالشكل ده وبس كده. وكده خلص حياتنا النهارده، يا رب يكون عجبتكم السؤال. اوكي لو السؤال كمان مره عشان نلحقه ان شاء الله تجاوبوه. من هي ام السيده مريم؟ من هي ام السيده مريم؟ امراه عمران ولا امرأة نوح ولا امرأة لوط؟ هنتصل على 137، هي دي الكورة احنا هنتصل عليها، او نبعت على 137 او نتصل على ارضي 0900937. خلاص ان شاء الله على خير، تفوزوا كلكم يا رب ان شاء الله. اشوفكم على خير الحلقة الجاية، الى اللقاء.